وفاة الفنان هشام الشربيني بعد أزمة صحية صباح اليوم. رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان هشام الشربيني، وأعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أنه سوف يتم دفنه اليوم الاثنين في المنصورة في مدافن أسرته هناك. بدأ هشام الشربيني مشواره الفني مساعد مخرج في عدد من المسلسلات منها الغربة، حارة الشرفة، وشارك في العديد من الأفلام، كما شارك في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات إمام الدعاء مع حسن يوسف، قضية رأي عام مع يسرى، حتف البحر مع سمية الخشاب، وأعمال أخرى لفقيد الرحمة والأهل وزويه ومحبي الصبر والسلوك. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة، ما تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مجمل ورقة حياتي وتحية أصل الثقافة ومعلومة، تابعونا